هعمل لكم فكرة حلوة جدا للفطار الصبح. هنجيب هنا مثلا قالب توست معانا بالشكل ده، هنجيب معايا جبنة كريمي، اي جبنة بقى، هنجيب القطاعة، هنجيب بقى التوست كده قطعه شرايح بالشكل ده كده، هنحطه كده بالمنظر ده. نجيب الجبنة الكريمي بتاعتي، عايزة تحطي مايونيز حطي، انا بس عاملاها ايه كعامل لاصق كده شريحة جبنة دي، ونروح حاطينها كده اهو. ونروح جايبين تركي، نجيب مثلا لانشون الطريقة دي، نقطع كده خلاص، ونجيب الجبنة الكريمي من الناحية التانية، احنا عايزين نلزقها كده يبقى نجيبها هنا كده، ونروح ايه حاطين كده، ونروح جايين قاطعين مثلث كده اهو. جايبه ده قالب توست كامل فرخته من النص خلاص، فبقى فيه فراغ، خدت الجزء اللي جوه ورحت مقطعه اشكال بالشكل ده كده تمام، ورحت برضو ايه حشيها. يقوموا بقى الصبح كده يلاقوا حاجه جديده، ورحت ايه قلت اعمل كده واحط الخله دي كده، بس ايه احط كده طماطمايه، ونروح جايين غرزين كده الخلة، ونروح عاملين شكل بقى.